حلوة قوي قوي. وإحنا يمكن المصريين القدماء علموا العالم كله فن البناء والهندسة. فهطلب من حضراتكم ترفعوا الموبايل وتاخدوا سيلفي وراكم الأبراج. يلا فين؟ مش شايف. ها فين يا شباب؟ فين؟ 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 اتصورتوا؟ وريني الصورة، وروني الصورة. انزل لهم بالكاميرا عشان يشوفوا الصور. انزل 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 يا عم، انزل كمان ما تخافش. وروا له الصورة بقى. ها ايوه كده. طيب لو سمحتوا بعد اذنكم الصورة دي نحطها بروفايل بيكتشر على فيسبوك وعلى انستجرام، ونعمل الهاشتاج التالي: فيزيت ايجيبت، فيزيت اندرسكور ايجيبت، او فيزيت اندرسكور عالمين، او العالم عالمين. العالم ايه؟ لا هو نايم قوي مش هينفع والله. العالم ايه؟ العالم ايه؟ لا انا عايز اسمع الساحل الشمالي. العالم ايه؟ ده اخركم؟ اخركم؟ طب يلا وريني. العالم ايه؟ جمهور حلو طبعا. طيب بصوا بقى، من 5 6 سنين لما كنا بنعدي هنا على طريق الساحل ما كناش بنشوف اي حاجه من الكلام ده، كان عباره عن رمله. صح؟ صح ولا غلط؟ خلال 4 سنين في الوفات من العمال والفنيين والمهندسين اللي ابتدوا المشروع الجبار ده وحولوا لنا الحلم لحقيقه. فبعد اذنكم عايزين نسقف لهم. بذمتكم السقفه دي تليق بيهم؟ لا جامد جامد. وبنقول لكل عامل وكل موظف وكل اداري وكل حد اشترك في المشروع العظيم ده شكرا شكرا. اعلى اعلى. انت بتصوتي ليه؟ مهرجان العالم عالمين بدأ 13 يوليو وهيستمر معانا لغاية 26 أغسطس. والمهرجان ده في الحقيقة مهرجان جواه مهرجانات كتيرة قوي، يعني كل يوم كل يوم في حاجة. ونتمنى أن يبقى في 1 مليون زائر يجوا يزوروا مدينة العالمين الجديدة خلال المهرجان، مهرجان العالم عالمين. وطبعا عندنا هنا في العالمين الجديده احلى ممشى في الدنيا، ممكن تشوفوا عليه غروب الشمس كل يوم وانتوا بتتفسحوا. طيب من ضمن الحاجات اللي شفناها، شفنا بطوله الكره الشاطئيه، تحدي الجيل الذهبي، والفريق اللي فاز فيها فريق الكابيتانو بقياده النجم حسام غالي، بنحييه طبعا. وشفنا كمان رياضة التيك بول و ايه ده؟ تعالى 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 بس تعالى. ما تخافش مني والله، تعالى بليز بليز بليز. تاني تاني يا عم. أنا لو مسكتك هنزل بيك تحت. تعالى تعرف تعالى 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 تعالى. بص 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 هقول لك حاجة، لا لو جامد قوي اقف على السكريبت هنا. يلا هيسقفوا لك والله لو عملت كده. يلا ها هبوط هبوط. سقفوا له سقفوا له. طيب كان في كمان بطولة التيك بول وكان فيها ابطال العالم ناتالي ومايا، ولسه هنشوف في العالم عالمين هنشوف عروض ازياء عالمية فظيعة هتتبسطوا قوي. وعندنا بطولة العربية للجودو، بطولة البادل وسباق عربيات، وهيكون في كرنفالات وعروض شعبية تقريبا أيام كتيرة قوي بتمثل كل محافظات مصر. من ضمن الحفلات اللي هتشوفوها هنا عندنا في العالم عالمين حفلات لنجوم كلنا بنحبهم من مصر والوطن العربي. هيكون معانا منهم النجم احمد سعد والنجمه اليسا
والنجم راغب علامة، والنجمة نانسي عجرم، والنجم مدحت صالح، والكينج محمد منير، وست الكل أنغام. وطبعا حفلة ضخمة جدا هتكون للموسيقار العالمي عمر خيرت. ومن الإمارات هيكون معانا بلقيس، ومن المغرب هيكون معانا أمين بوتشار. عندنا كمان في حفلة هيكون فيها الساحر العالمي كريس، هيعمل شو ما حدش شافه قبل كده، هيعقدنا. طيب انتوا جاهزين اللي هقوله دلوقتي ولا مش جاهزين؟ جاهزين؟ انا مش جاهز. طيب انا حابب طبعا اشكر الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه على الشغل الحلو الراقي اللي بيتعمل. كمان بنشكر القائمين على اداره جهاز مدينه العالمين الجديده، حيوهم لو سمحتوا. طبعا النهارده احنا معانا نجم حبيبنا قوي بصراحه، يعني قوي. لا قوي، لا مش سامع القوي اللي ورا. ايه ساكتين ليه؟ طيب انا قلت لكم طبعا معانا نجوم من الوطن العربي كله، والنهارده بنبتدي مهرجان العالم عالمين بالراجل هقول عليه المصري الاصيل اهو. طب اقلب الصوره الناحيه الثانيه عشان الناس تشوف. اقلب الصوره. ده الناحيتين. ماشي. الراجل المصري الاصيل، الفنان اللي هقول عليه عبقري، اللي كان عنده طموح وفنان ذكي، هيكون معاكم كمان شويه. وانا شخصيا بحبه جدا 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 لاسباب كتيره. هيكون معانا النهارده تامر حسني يا اولاد. هو ده الصح، تامر حسني يا اولاد. طب تامر حسني يا بنات. البنات تكسب طبعا. مين بيعرف يرقص زيه؟ ها تعرف ترقص زيه؟ وسعوا لها شويه كده. هنصورك. انت قلتي انا بكل جراء اغششك حركه. طب وسعوا لها شويه، وسعوا لها كمان لو سمحتوا. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ سهى؟ نهى؟ ضحى؟ سمعي تقيل. يلا يا ضحى ورينا، ورينا رقصة. يلا ها اوريك انا وتقلديني. انا بقلده يعني. انا بصي 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 يا ضحى. ضحى يلا يا ضحى، تطلعي فوق. يلا اعمليها. طب مين يعرف يعمل الحركة اللي أنا عملتها دي؟ يلا يا شباب، يلا يلا يلا. ها فين؟ يلا طب ورونا فين عشان تامر يتبسط، حوري له كل الكلام ده. فين؟ فين؟ مش شايف أنا. عاملها تاني؟ أنتوا مش حافظينها؟ طب عيلها معايا. يلا يلا، واحد اتنين. ها بس أنا النهارده اتشرفت بحضراتكم جدا، وإن شاء الله هتقضوا وقت حلو وتكونوا دايما معانا في العالم عالمين. بس قبل ما امشي، العالم ايه؟ مش حلوه. العالم ايه؟ الثالثه ثابته. العالم ايه؟ شكرا ليكم. ودلوقتي هيكون معانا ديسكو بيروت، وكل سنه وانتم طيبين، ومبروك علينا مدينه العالمين الجديده. شكرا.